بالنسبة للجنرال كوزز لإديما هما ثلاثة كانت وإحنا ذكرناهم قبل شوية، يا إما الزيادة في هيدروستاتيك بريشر الضغط اللي يخلي لي الدم يتوجه من الكابيلاريز إلى الخلايا، يا إما أوزموتيك تقل تمام، أو عندك أوبستراكشن أو انسداد في أوعية الليمفاوية ليمفاتيك ويزلز. ناخذ أول واحد اللي عندنا هو increased hydrostatic pressure. مثل ما قلنا الضغط اللي رايح يدفع لي الدم من الكابيلري إلى الخلايا لما تزداد هذه، فهذه تسبب لي إديمة تمام، تسبب لي إديمة. وإديمة هذه شلون تحصل؟ مثل ما قلنا البلد هذه أثناء ما متوجه هو من الكابيلري إلى الخلية إلى السل يتسرب 10% من البلازما مالتها وتروح تتجمع ما بين الخلايا تمام، ما بين الخلايا. فلما تتجمع ما بين الخلايا هنا تجي يشفطها منه، يشفطها مثل ما قلنا الليمفاتيك فيزلز. تخيل صار زيادة في هذا الضغط اللي يوجه لك الدم للخلايا، فهنا 10% النسبة مالتك هذه راح تزداد. فلما تزداد معناها تسرب للبلازما همينة راح تزداد، فهنا ايش راح يصير لك؟ راح يصير لك إديمة. فأول شيء اللي عندك هو ممكن تكون على two forms، على شكلين، ممكن تكون موضعي في جزء معين تجي، أو ممكن يكون generalized. ناخذ اللوكالي أول شيء اللي هي سببها تكون هذا سميها DVT، هذه واحد من أشهر الأمثلة عليها، deep vein thrombosis أو deep venous thrombosis، تجلط اللي يجي في deep veins خصوصا في السيقان يعني تمام. فهذه ممكن يسبب شنو؟ ممكن يسبب إديمة. شلون؟ حنقولها حالا. طيب لو احنا نجي ناخذ الكلام هذا اللي ذكرناهم، فديقول لك deep venous thrombosis في lower extremity، يعني وين في lower extremity؟ في lower limb قصده، يسبب لك إديمة، وهذه تكون متقيدة في distal portion من الليج، تكون موجودة في السيقان. طيب ممكن نفهم شلون هي العملية تصير؟ لو أخذنا هذه الساق الليج تمام، هذه الفيز المالته الطبيعية تمام، تمشي بيها دم عادي، بس هنا صار بيها شنو؟ ثرومبس. تشوف الجلطة، تشوفها زين، لما تشوف هيك جلطة معناها شنو هذه؟ والله معناها انه حتعيق لي مسار الدم. طيب لما تعيق لك مسار الدم شنو اللي يجي بالك؟ يعني خلي ناخذ هاي الصورة ونفهمها. هنا صارت عندك ثرومبس ماشي في الفين، دم اللي جاي من الارتري ويدخل للشعيرات مالتنا وبعدين تدخل للخلية وبعدين تطلع من الخلية يدخل مرة ثانية لهاي الشعيرات. زين شعيرات هذه لما تدخل في الفينيول، فينيول هذه وين تروح؟ والله تروح للفين. هيان هذه فين، فين يريد يطلع ويوصل للهارت يلاقي مكانه مقفول، مساره مسدود. فهنا ايش راح يحصل؟ والله تحصل مشكلة. هنا كل ما يجي دم يروح للفين مكانه مسدود، مرة ثانية يجي له دم، مرة ثالثة يجي له دم. فهل هنا كمية الدم تزداد لو ما تزداد؟ طبعا تزداد. إضافة إلى هيدروستاتيك بريشر تزداد لو ما تزداد؟ طبعا تزداد. زين ليش زادت؟ والله السبب هي في مسار الفين، لأن إحنا دن نخلص شغلنا من ناحية الكابيلاريز تمام، من ناحية الأرتريول، بس المشكلة في الفين هي مسدودة فما تخلي لي الدم اتعدي. فكل مرة دا تجي دم، دا تجي دم، دا تجي دم، فتزداد هذه النسبة اللي أنا قلت لك عليها 10%، ممكن توصل 50% 40%، فتخلي البلازما كل مرة تكثر ما بين الخلايا. فهذه العملية اللي سميناها شنو؟ سميناها إديمة. هذه بالنسبة لموضع معين لوكالي. زين إديمة هذا ممكن يجي في all body، في كل جسم سيستميك يعني؟ طبعا مو احنا سميناها أناسركا. زين أناسركا هذه شنو كانت؟ بالله شفنا صورتها انه تجي انتفاخ جو العين او في السيقان او في البطن الى اخره، وهذا سببها شنو؟ راح اقول لك اياها. طيب هنا
نرجع لنفس الصورة اللي أخذناها مرة اللي فاتت في congestion. إحنا في congestion أعطينا مثال تمام في الاحتقان، قلنا أنه أكو فشل في right side of the heart، هذه right side of the heart تمام، صار بيها فشل، ما قاعد يضخ لك الدم اللي بيها CO2. لنشوف هي تتبع الأحداث كلها تتبع وراء بعضها. زين تخيل دم اللي جاي لك قلنا ما تقدر تطلع، زين لحد هسه أمورنا لوز، فالأرتريول اللي بيها دم حيزود الهيدروستاتيك بريشر لو ما يزودها، طبعا يزاد. ليش؟ لأن هو احنا قاعد نطلعها ونوصلها للقلب للمضخة مالتنا للمركز مالتنا حتى تضخلنا الدم ويكون تبادل الغازات وإلى آخره، بس المشكلة في المضخة، مضخة ما قادرة تضخلنا هذه الدم، فدم شو تسوي؟ مثل ما قلنا مرة اللي فاتت تي 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 مثل ما رح تجيتي ترجع لورا، ترجع 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 تمتلك كل هذه الفينز تمام موجودة اللي في كل جسمنا تتملى بالدم. زين لما تتملى بالدم هذه سميناها congestion، صح لولا؟ قلنا انه الخلايا تقوم شو تسوي؟ تقوم تنحقن بالدم. طيب الحقن هذا لما صارت معناها الدم اللي جاي من الطرف الثاني اللي هي بالمناسبة سميناها hydrostatic pressure، زين عن طريق الhydrostatic pressure همينا هواية، فهنا سبب إذا صارت شنو؟ increased hydrostatic pressure. زين ليش زادت hydrostatic pressure؟ لأن مضخة مالتي عطلانة وهذه ما قادرة تضخ لي الدم وتوديها للرئة حتى احنا نطرد هذه CO2 expiration، فهنا همينا تجمعت السائل من كثر ما هي اكو زيادة في hydrostatic pressure، هذه 10% زادت وصارت ممكن 50% ما بين الخلايا، فلما تزداد هذه السائل ما بين الخلايا سميناها ايضا إديمة. طيب فده يقول لك في generalized تمام increase venous pressure، ضغط في البين حتزداد وهذه نتيجة تسبب لي شنو؟ بالنتيجة يسبب لي systemic أديمة. هذا وين حتشوفه؟ في أي حالات؟ والله أشهر حالة تجي لك بيها هي congestive heart failure تمام؟ القلب لما تفشل وهي تكون محتقنة بالدم نسميها congestive heart failure. هذه الجزئية كلش مهمة، ده يقول لي pathophysiology لgeneralized أديمة في heart failure، يعني إذا واحد عنده فشل في الهارت شلون حيحصل عنده generalized edema، خطواته شنو؟ فبالبداية يعني ما راح أشرح لك على هاي الجزئية، راح أشرح لك من المخطط اللي أنا رسمتها حتى تفهم الموضوع. يقول لك لو أنت عندك شخص عادي تمام، يعني normal person، فالشخص العادي هذا لو صار عنده مثلا البلد فوليوم قلت، مثلا جالك هايبوتنشن، مثلا هايبوتنشن يعني كمية الدم اللي ماشي في الارتري تكون قليلة، طيب هنا جسمنا راح يسوي ميكانيزم كلش حلو حتى يحمينا من الخطر، اللي هو يقوم يطلع سيستم من الهرمونات نسميها رينين انجيوتنسن الدوستيرون هرمونز. زين شنو هذه رينين؟ شنو الدوستيرون؟ نمسكها واحد واحد. أول شيء الرينين هذه تطلع لك من الكلى تمام؟ RN معناها جاية من كلمة رينال، ماشي جاية من كلمة رينال، وIN نهاية كلمة لما تنتهي بIN هذه نسميها بروتين، والهرمونات تصلها بروتينات. طيب فالهرمون هذا رينين تطلع لك منين؟ من الكلى. زين الرينين هذا شو وقت تطلع؟ لما تطلع من الكبد مالتك مادة اسمها أنجيوتنسينوجين. أنجيوتنسينوجين هذه عبارة عن مادة من اسمها أنجيوتنسين. أنجيو معناها blood vessel، تنسين معناها شنو؟ معناها جاي من كلمة tension معناها ضغط أو خلينا نقول تضيق. زين فهذه المادة تشتغل لك على blood vessels وتسوي في blood vessels شنو؟ vasoconstriction تمام؟
بس هذه المادة أول ما تطلع من الكبد هي تكون غير فعالة. ليش؟ لأن لو نلاحظ هذه الكلمة منتية بأوجين في البايو، أوجين لما تأتي كلمة بأوجين معناها inactive، المادة هذه مو نشطة، فأني لازم أفعلها. شلون أفعلها؟ يجي رينين، رينين هذا يحول الأنجيوتنسينوجين إلى أنجيوتنسين 1، تمام؟ أنجيوتنسين 1 هذه بعدها ما تشتغل. طيب إيش وقت تشتغل؟ والله لما تتحول إلى أنجيوتنسين رقم 2، هذه رقم 2 مثل ما نشوفها. زين، من اللي يحولها إلى أنجيوتنسين رقم 2؟ إنزيم أكو يطلع من اللنج من الرئة، وهذه الإنزيم نسميها أنجيوتنسين كونفيرتينج إنزيم، يعني إنزيم اللي يحول لك الأنجيوتنسين من رقم 1 إلى رقم 2. طيب وإذا أتحول إلى رقم 2، هذا الرقم 2 يروح يشتغل لك على شنو؟ على الكلى، أي يعني يشتغل لك على الكلى. لو تلاحظ فوق الكلى أكو هاي الجزئية الصفراء نسميها أدرينال جلاند، نسميها أدرينال جلاند، تمام؟ أنا كتبت غلط، أدرينال جلاند. طيب هذه الجزئية الصفراء بس. طيب الجلاند هذه بيها جزئين، تمام؟ قشرة مالتها نسميها كورتكس، ولبها يعني جواها لو قصيناها من جوا بالنص نسميها ميدلا. على العموم من هذه الأجزاء تطلع هرمونات، احنا نريد جزئية الكورتكس. الكورتكس هذه تمام نسميها أدرينال كورتكس، تقوم تطلع لي هرمون اسمه ألدوستيرون، تمام؟ ألدوستيرون هذه مهمة بشنو؟ أول شيء ألدو هذه معناها ملح باللاتيني، تمام؟ الهرمون هذا لما يطلع يقوم يحبس لك الملح وين؟ في جسمك. يعني شلون بالله يحبس الملح في جسم؟ أنا أعطيك فت قاعدة، أنت لما تأكل ملح تمام؟ غصبا عنك بعدين تروح تشرب مي وراها، زين؟ تشرب شنو؟ تشرب مي. ليش؟ لأن الملح يسحب وراها مي. طيب تخيل واحد عنده هايبوفوليميا، يعني شنو هايبوفوليميا؟ فوليوم مال البلد هي قليلة، وإحنا جينا طلعنا هذا الهرمون، هذا الهرمون إيش قلنا يسوي؟ من اسمها ملح، راح يحبس لك الملح جوا جسمك. طيب حبست لك الملح جوا جسمك، وبالتالي راح يسحب وراها مي، فبالتالي الهايبوفوليميا هذه إيش راح يصير؟ يصير يرجع لطبيعتها، فبالتالي تزداد حجم الفوليوم، حجم الدم عفوا. فهذه هي واحدة من طرقها، تمام؟ عن طريق انه هي تسوي بعدين ووتر ريابزوربشن، ماشي؟ اضافة الى هذه انه هي مثل ما قلنا عندنا الهرمون الانجيوتنسين، تمام؟ يشتغل لك على من اسمها على بلود فيزلز اللي قلنا تسوي لك فازو كونستريكشن، فبالتالي يزود لك بلود فوليوم وتزداد بلود بريشر. طيب هذه بالنسبة للميكانيزم مالتنا اللي احنا كنا نريد نحكي عليها. طيب فنرجع نعيد نفس السالفة بس بطريقة الباثو. هنا أنا قاعد يقول لك جنرالايزد أديما شلون راح تصير؟ والله لو شخص عندك لو هو كان طبيعي وصار عنده هايبوفوليميا، تمام؟ يعني نقص بلد فوليوم عنده لأي سبب كان، فهنا المشكلة اللي حتحصل إيش راح يصير؟ والله الدم اللي حيروح للكدني قليلة، للكلى اللي الدم اللي رايح يكون قليلة، فبالتالي يطلع لنا هذا السيستم الكامل، وإحنا عرفنا شلون راح يزود لنا البلد فوليوم، تمام؟ اللي نسميها رينين أنجيوتنسين ألدوستيرون أكسس. طيب فجزء الأساسي بالشرح اللي عندنا اللي هو دي يقول لك لو صار زيادة في حجم الدم، تمام؟ increase blood volume، فبالتالي تقوم انت الهارت مالتك يقوم يصرفها، يزود الكارديك اوتبوت، يزود الانتاجيه مالتها. هذا الطبيعي، انا عندي طلب هواي عليه فاقوم ازود الانتاجيه، تمام؟ القلب نفس السالفه تسويها. بس تخيل القلب اكو بيها فشل والحجم الدم هوايه، لما نقول احنا القلب
بها فشل، يعني ما قادر يطلع شنو، ما قادر يطلع الكارديك اوتبوت مالته، انتاجيه مالته. فبالتالي الانتاجيه اخبارها هنا شنو، طبيعي تقل. تمام، طبيعي ايش تصير بيها، تقل. زين، لما تقل معناها حجم الدم همينه راح يقل. زين، لما حجم الدم راح يقل معناها الدم اللي رايح للكدني مو هي تكون قليله، بلي هذه نسميها هايبو بيرفيوجن. هايبو معناها قليل، بيرفيوجن تمام معناها انتشار الدم. فدم يوصل للكدني لكن بكميه قليله، واحنا لازم نوصل لكل اعضائنا الدم بشكل كافي. طيب هنا لما احنا قلنا هايبو بيرفيوجن صارت للكدني يعني كميه الدم قلت، حنرجع لوين؟ لموضوع مال رينين انجيوتنسين الدوستيرون اكسس اللي قلنا وظيفتها هي تزود لنا حجم الدم، بلاد فوليوم، تخليها يزداد. فبالتالي هنا البلد راح تزداد حجمه وتصير له شنو، ريتينشن. زين، تخيل حجم الدم زادت وصارت عندنا اكثر من اللازم، والمشكلة الأكبر أنه الهارت مالتنا هو يعني ما قادر يضخها. لما البلد يزداد في جو الارتريز تمام، معناها هذه إيش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي انتقال من الكابيلري إلى الخلايا بكميات كبيرة. معناها 10% مالتي هذه التسرب مالتي راح تزداد. لما تزداد التسرب هذا يسوي لك شنو؟ إديمة. نعيد نفس السالفة على هاي الصورة بشكل أسرع. في الشخص الطبيعي هسه مرة ثانية، في الشخص الطبيعي دم لو كانت قليلة تمام راح يجي ويفوت القلب إلى آخره، بعدين يوصل للكابيلاريز. فإذا بلد فوليوم قليلة حيوصل للكيدنيز همينة كمية قليلة من الدم، هاي طبيعي. فبالتالي تطلع رينين، جماعة رينين اللي يزود لنا شنو، اللي يروح يزود لنا فوليوم، حجم الدم. فلما يزداد الفوليوم خلاص احنا رجعنا الموضوع لطبيعتها. طيب اتخيل نفس الموضوع بس هنا القلب مالتنا هو بفشل، فيلير بيها. طيب لما يكون بيها فيلير ايش راح يصير؟ والله الموضوع هنا يختلف. شنو الاختلاف بالله؟ ممكن تفهمني الموضوع مرة ثانية؟ الاختلاف احنا في الشخص العادي قلنا تطلع لنا رينين انجيوتنسين وما ادري ايش وكلام، هذا يرجع لنا الفوليوم لطبيعتها. بس هنا المشكلة القلب اصلا ما قادر يضخ الدم، ما قادر شنو؟ يضخ الدم. لما ما قادر يضخ الدم معناها كاردياك اوتبوت اخبارها شنو؟ قليلة. معناها فوليوم شنو معناها؟ هي يعني نفس السالفة، فوليوم معناها قليلة. لما يكون فوليوم قليل معناها كدني رايح لها بلد قليل تمام، هي يعني هذه كدني تروح لها بلد قليل. لما كدني يروح لها بلد قليل معناها يشتغل لنا نفس الانزيم اللي هي مال رينين انجيوتنسين سيستم، وهذا يحبس لك المي والأملاح ويسوي لك الشغل مالتها. فلما يزداد كمية الدم جو التيشوز مالتك تمام، معناها جو البلد فيزز مالتك تمام، معناها احنا زودنا بلد فوليوم. ومن أنا أصلا أكو فشل في القلب بحيث ما قادر تضخ الدم، معناها هنا صارت السالفة شنو، صارت هنا ضعف. فبالتالي دم اللي متجمع في الفيزلز كميتها هواية، والفشل في القلب همينة عندنا بحيث ما قادر تضخ الدم، فتكثر تكثر تكثر في كل أنسجة الجسم، تكثر الدم في كل أنسجة الجسم تمام. فبالتالي تسبب لي إديمة تمام. هي هذه المبدأ مال الكونجستيف هارت فيلير اللي احنا ذكرناها. يلا على السريع اقرا لك اياه. فدي يقول لك ريديوس الكارديك اوتبوت، لما انتاجيه القلب تقل في الشخص العادي فيسبب له هايبو بيرفيوجن في الكيدنيز تمام.
دم حيروح قليل للكيدنيز. هنا هذه مشكلة طبعا، فبالتالي جسمنا يقوم يفرز لنا شنو؟ رينين أنجيوتنسين ألدوستيرون أكسس، هذه السيستم مالتنا، فبالتالي يحبس لك الصوديوم الملح والمي. لما يحبس هذول، احنا مو قلنا المي هي المكون الأساسي موجودة في البلازما، فبالتالي يزداد عندك الفوليوم، الفوليوم يزداد عندك. هذا بالنسبة للشخص الطبيعي. فهو ده يقول لك هنا في normal heart function، إذا شخص عنده heart function مالته طبيعية، ف increase تصير ل cardiac feeling و cardiac output بشكل طبيعي نتيجة هذه السيستم، فبالتالي تتحسن البرفيوجن للكدني. أما الشخص اللي خطية هارت مالته صاير بيها فشل، تمام، فهي ما تقدر تطلع لك كاردياك اوتبوت، معناها فوليوم زيادة، هذه أول فوليوم اللي أخذناها زيادة. طيب، فبالتالي هنا فوليوم الزيادة، تمام، نتيجة تريد هي تعوض، هي أصلا عندها فوليوم همين زيادة. ما هو أنا لو عندي فوليوم زيادة، حجم الدم لو هي زيادة، أدزها للكدني أقول لها يلا صفيها، زين، فبالتالي أتخلص من حجم الدم اللي هواية. بس هنا مشكلة حجم الدم هواية، وأيضا بنفس الوقت المضخة خربانة، القلب ما قادر يضخ لي الدم، فمعناها همينة فوليوم راح تزداد. بالمقابل شنو تطلع؟ تطلع مال رينين أنجيوتنسين سيستم، فبالتالي تزود لي الملح وكلام هذا، زين، فبالتالي تطلع مال رينين، فتسوي لي فلود ريتينشن، فبالتالي فينوس بريجر راح تزداد. لما تزداد فينوس بريجر، فهذه يزود عالطين بلة، فبالتالي يسبب لك شنو؟ إديمة.